سلطة الملفوف بالمايونيز سلطة خفيفة، واليوم رح يحضرها لنا عبد الله. جاهز المكونات؟ أكيد جاهز. يلا. مكوناتنا اليوم يا أمني تقول نصف رأس من الملفوف الأبيض، وحبة ليمون، وست ملاعق صغيرة من زيت الزيتون، وملعقة صغيرة من الخردل، وثمانية ملاعق صغيرة من المايونيز. طبعا عندك لازم تحط حسب الذوق الملح وفلفل أسود كمان حسب الذوق. جميل. طريقة التحضير يا عبد الله، نفرم الملفوف على شكل شرايح رقيقة، نخليها في صحن على جنب، تمام؟ بعد كذا في صحن ثاني نخلط المايونيز وزيت الزيتون والليمون والملح والخردل، نصب الصلصة فوق الملفوف ونحرك المكونات، ونرش رشة فلفل أسود فوق السلطة، ندخلها الثلاجة عشان تبرد، بعد كذا نقدمها على سفرة رمضانية، وبكذا صارت طبختنا جاهزة، وبالعافية عليكم.